فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالأرحام الذين يجب صلتهم؟ أقاربك من جهة الأب وأقاربك من جهة الأم، كلهم من ذوي الأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. والرحم هو كل ما جمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.